الكلام ده مهم جدا لمريض السكتة الدماغية، انه مجرد ما العيان بيخش العناية المركزة او السكتة الدماغية انه لازم يفحصه دكتور قلب وصدر. وده مهم جدا، لان 9% من العيانين اللي بيجي لهم غلطات في المخ عندهم بيحصل لهم قصور في الشريان التاكي. ده غير ان اغلب العيانين اللي عندهم سكتة دماغية بيبقى واحد من اهم السبب بالغلطات اللي هو مشاكل القلب، سواء حدوث الرجفة الاذنية او حدوث مشاكل في الصمامات، سواء كان بديك في الصمام المترالي او اتساع في الصمام المترالي او مشاكل في الصمام الاورطي. ده غير ان احيانا بيبقى في غلطات نايمة في القلب او نايمة على الصمامات هي اللي بتعمل بتطير وبتكفل الشرايين في المخ. عشان كده ده واحد من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل للمريض السكتة الدماغية، انه يتعرض على دكتور القلب والصدر عشان يقدر يقيم ده. لان احنا لو عرفنا ان في مشكلة في القلب لازم يتعمل حسابها في العلاج عشان نقدر نحمي العيان من حدوث غلطات تانية. ده غير ان مشاكل القلب ممكن تكون واحد من اسباب الوفاة لحدوث مريض السكتة الدماغية.